عليكم وحلقه جديده من صباح البلد. اتكلمنا الحلقه اللي فاتت عن شويه معلومات عن اللياقه البدنيه، النهارده هنتكلم او هنكمل جزء منها. المره اللي فاتت عملنا سيركت تريننج بالنسبه للناس البيجنرز او المبتدئين. في معلومه مهمه عايز اقولها لكم النهارده، هي الفروق الفرديه ما بين شخص والتاني. في بعض الناس بتاخد تمرين من على الانترنت، بتاخد تمرين من زميلها في الجيم وبتطبقه على نفسها. للاسف ده ما بيبقاش اصح حاجه، عشان كل واحد بيبقى عنده مميزات في اجزاء وحته تانية محتاج يشتغل عليها. فكل تمرين لازم يكون كاستمايزد او مصمم ليك انت بالذات. المره اللي فاتت عملنا التمرين بتاع البيجنرز، فيا ريت اللي عمله بطريقه سليمه وعرف يكمل الثري سيركتس او الثلاث مجموعات من التمارين دي هو اللي يبدا معايا النهارده. انا النهارده هبدا اشتغل على السيركت تريننج بس للانترميديت اكتر، فهبدا اشتغل على 6 تمرينات وبعدها هنبدا نزود للادفانس ان شاء الله. فهنرجع تاني وهبدا نشتغل لاول تمرين عندنا، وهو تمرين اسمه اللانش. تمرين اللانش او الطعن بالعربي بيبقى من التمرينات المهمه جدا لللور بارت، وهبدا اشتغل عليه هنا. اهم حاجة ان انا بنزل ببقى 90 درجة، رجلي 90 درجة اللي قدام و90 درجة اللي ورا، ومن الوضع دوت اقدر اطلع وانزل من غير ما ركبتي تعدي مشط رجلي، ومن غير ما ظهري يتني يفضل مفرود زي ما هو وبطني مشدودة. وهحاول اعمل 15 عدة، واحنا بنتمرن هنركز ان احنا نعمل 15 عدة على اليمين 15 عدة على الشمال، سواء بنعملها alternate 1 and 1 او بنشتغل stationary واحنا في مكاننا. ده بالنسبة لللانج، هنحاول نشتغل 15 و15. تاني تمرين واحنا بنشتغل هيبقى البوش ابس، بس هنحاول نخليه اعلى شوية من البيجنر، ان احنا هنرفع رجل واحنا بنشتغل، ونحاول نشتغل 5 عدات على اليمين و5 عدات على الشمال. تمارين بالنسبة للصبح هتبقى سهلة شوية، نحاول نشتغل عليها. البوش ابس الطبيعي اللي احنا بنشتغل عليه بيبقى هنا. انا هحاول ان انا ازود شوية بان انا ارفع رجلي اليمين 5 عدات، وهنا 1 2 5. واحنا بنشتغل على البوش ابس هنحتاج ان احنا نركز على بطننا مشدوده ظهرنا مفرود طول التمرين. التمرين الثالث عندنا هنعمل حاجه للبطن اسمها السيت ابس، فاحنا هنبقى في الوضع ده وهننزل هنا. ناس كتيره قوي بتحط راسها على ايديها وتشد راسها لفوق، انا مش عايز ده، انا عايز بس اسند راسي زي سبورت للراس بس. ببص لفوق وببدا اطلع، سواء بلمس ركبتي زي هنا او بطلع هنا 15 عده. مين اللي ده بيشتغل على الابدومينال ماسل، ده تاني تمرين عندنا. تالت تمرين عندنا هيبقى حاجه كارديو اكتر، يعني زي ما عملنا المره اللي فاتت الهاي نيز، فهنشتغل بس واحنا بنجري في مكاننا، وهنرجع رجلينا ورا وبعدين نبدا نزود السرعه شويه بشويه. هنا 30 ثانيه هيساعدنا ان احنا نشتغل على العضلات الخلفيه، وهيساعدنا ان احنا نشتغل على اللور بارت بشكل كامل. وده كده حلقتنا النهارده. الحلقه الجايه ان شاء الله نتعلم تمرينات اجدد ومستوى مختلف. شكرا ليكم وصباحكم زي الفل.